أوكي شباب، خلينا نكمل حديثنا عن التقييم في العلاج الوظيفي. إحنا تكلمنا بالمرات السابقة وفي المحاضرات السابقة عن تقييم القدرات العقلية، وأعطيناكم مثال على الواتساب، ودينا لكم على جروب الواتساب الموكا، تمام؟ وبعدين تكلمنا عن تقييم القدرات البصرية والبراكسس، وبعدين تكلمنا عن تقييم التوافق الحسي أو السنسور بروسسينج والسنسور انتجريشن السنسور بروفايل، وطلبنا منكم واجب إنكم تكتبوا تقرير عن اللوتكا، عن اللوتكا كتقييم للقدرات العقلية، واجب تكتبوا تقرير عن الـ VMI كتقييم للقدرات البصرية، وواجب السنسور انتجريشن تطلعوا تعملوا سيرش على سنسوري اسسمنت، سواء كان سنسور انتجريشن او سنسور بروسيسنج او سنسور بروفايل. وتحدثنا ايضا عن بلشنا نحكي عن تقييم القدرات الحركية، طبعا تكلمنا عن التايب اوف جوينتس كمقدمة للحديث عن الرينج اوف موشن، تكلمنا عن البيسك برينسيبل للرينج اوف موشن، تكلمنا عن الجوينت بروتكشن برينسيبلز وهو موضوع كثير مهم، الانت فيلز غطيتوها باللاب، يعني بلشنا في حديثنا عن الموتور اسسمنت، تمام، عن الموتور اسسمنت، وحكيت لكم انا بعثت لكم على جروب الواتساب من اسسمنت للموتور فانكشنينج او للاندبندنس بسميها الفم. الفم هي اختصار Functional Independence Measure. هاي Functional Independence Measure بتقيس لي مقدار استقلالية المريض. تستخدم هاي الأسسمنت بالعلاج الوظيفي بكثرة، تمام؟ تستخدم بكثرة في العلاج الوظيفي، يمكن بيستخدموها العلاج الطبيعي بس هي مين للعلاج الوظيفي، بسميها اختصارها فم Functional Independence Measure، بعتلكم إياها على الواتساب، ياريت انكم تتطلعوا عليها وتحتفظوا فيها لانكم رح تستخدموها في المستقبل. في عندي كمان فام، الفام Functional Assessment Measure، Assessment بتشبه الفم، يعني الفم والفام كثير بيشبهوا بعض، واحدة بتعمل Assessment لمقدار الاستقلالية الموجود عند المريض، واحدة بتعمل Assessment لمقدار الفانكشنينج الموجود عند المريض، Functional Independence Measure، Functional Assessment Measure. طبعا في عندي كثير موتور اسسمنت موجوده، في عندي مثلا التينيتي اسسمنت بالانس فور جيت اند بالانس. التينيتي اسسمنت هاي بتعمل لي اسسمنت للبالانس وبتعمل لي اسسمنت للجيت، وبتعطيني علامه للبالانس وعلامه للجيت، وبشوف اذا المريض كان طبيعي او غير طبيعي. في عندي مثلا الداش، الداش يعتبر من الاسسمنت للأبر لم، بيستخدموه المعالجين الوظيفيين بكثرة. الداش طبعا اختصارها داش اللي هي disability arm shoulder hand function test، اوكي؟ اذا الداش هي اختصار ل disability arm shoulder hand function test، assessment of disability of arm shoulder hand functioning test. والداش من الاسسمنت المشهوره كثير في العلاج الوظيفي، بتعمل assessment للأبر limbs، تمام؟ يعني لو تعمل شويه سيرش على الداش او على التينيتي assessment battery for gait and balance، بتلاقوا كثير معلومات عنها على النت، بتلاقوها مترجمة في اللغة العربية وبغير اللغة العربية، في أبحاث كثير انعملت على الداش، تمام؟ طيب إذن خلينا نتكلم الآن عن الفيزيكال ايجنت موداليتي. الفيزيكال ايجنت موداليتيز هي تستخدم في يعني نستخدمها لما بيكون في عندي موتور بروبلم، لما بيكون في عندي موتور بروبلم سواء كان بالرينج اوف موشن او في المصل، بستخدم فيزيكال ايجنت موداليتي. طبعا ليش راح نغطي الفيزيكال ايجنت موداليتيز؟ بالغالب ما راح تحكوا عنها في مساقات اخرى. والشغل الثاني انه it's good to talk about it when we talk about range of motion and muscle testing. فالسؤال الان، اذا كان المريض عنده
مثلا مشكلة في الرينج اوف موشن او مشكلة في العضلات في قوة العضلات، كيف ممكن نساعده بالاضافة للبيربوسفل اكتيفيتيز، بالاضافة للانشطة الهادفة. الشغلة اللي بدي اركز لكم عليها انه الفيزيكال ايجنت موداليتي في السابق كانوا يعتقدوا انه بس المعالجين الطبيعيين هم اللي بيستخدموا الفيزيكال ايجنت موداليتي، بيستخدموا الحامي والبارد والكهرباء في علاج مرضاهم، تمام؟ لكن في الحقيقة الفيزيكال ايجنت موداليتي ممكن يستخدموها الاوتيز وممكن يستخدموها البيتيز. ليش؟ لانه اذا في جهاز موجود في المستشفى او المركز اللي انت بتشتغل عليه، بيجي مندوب الشركه بيدربك على الجهاز، بتصير انت سيرتيفايد تشتغل على هذا الجهاز وبتشتغل عليه. ما في داعي اصلا لا يعني انك تكون معالج طبيعي تحديدا عشان تشتغل على هذا الجهاز. هاي الاجهزه اصلا صارت بمراكز الجيم ومراكز الساونا وهاي المراكز العناية بالصحة ومراكز الرياضية، واللي بيشتغلوا عليها مش معالجين طبيعيين ولا معالجين وظيفيين. في الحقيقة هو شخص تدرب على الجهاز، أخذ شهادة إنه تدرب عليه وكيف يستخدمه وصار يستخدمه. لكن أنت كمعالج وظيفي أو معالج طبيعي بتستخدم أكيد هاي الأجهزة عن علم أكثر وعن كفاءة طبية أكثر من ما يستخدمها مثلاً واحد مخلص تربية رياضية، أو مثلاً واحد مش دارس أصلاً ممكن يكون، تمام؟ فكثير مناسب الآن الحديث عن الفيزيكال ايجنت موداليتيز واستخدامها في العلاج الوظيفي وفي مشاكل الحركية، تمام؟ خليني أبلش السلايد شو عشان نبلش محاضرتنا. طيب طبعا الفيزيكال ايجنت موداليتيز يا شباب، بحب احكي لكم انه تشابتر موجود في ترومبلي اللي هو كتاب العلاج الوظيفي اوكيوبيشنال ثيرابي فور فيزيكال ديسفانكشن. هذا التشابتر موجود في ترومبلي وهو الكتاب المقرر لكم. ايش رقم التشابتر صدقا ما بتذكر، ورقم التشابتر بتغير حسب الطبعه، تمام؟ بس عنوان التشابتر فيزيكال ايجنت موداليتيز بتلاقوه في كتاب المادة المقرر Occupational Therapy for Physical Dysfunction لترومبلي، تمام؟ لأنه في كمان شوي رح أسألكم أسئلة رح يكون جوابها في شابتر الكتاب، فضروري إنكم تنزلوا الكتاب PDF بتلاقوه من النت، ممكن أحد الطلاب يبعث لكم إياه PDF، تمام؟ هلا إيش الفيزيكال ايجنت موداليتيز؟ هي intervention or technologies that produce response in soft tissue through the use of light, water, temperature, sound or electricity. إذا الphysical agent modality بتعمل تأثير على الأنسجة على soft tissues عن طريق استخدام الماء أو الحرارة أو الألتراساوند الأمواج الصوتية أو الكهرباء، تمام؟ إذا أي علاج باستخدام الماء أو الضوء أو الأمواج الصوتية أو الحرارة أو الكهرباء بسميه Physical Agent Modalities، تمام؟ هلأ الـ Occupational Therapy Association support the use of Physical Agent as an adjunctive method of a treatment that can be used preparatory to or in conjunction with their purposeful activity or occupation. فمنظمة العلاج الوظيفي الأمريكية بتحكي انه بيستطيع المعالجين الوظيفيين انهم يستخدموا الفيزيكال ايجنت موداليتي كجزء من وظيفتهم. بالتالي انت لما بتستخدمها ما بتكون خالفت القانون، انت سيرتيفايد انك تستخدم هاي الايجنتس في مركزك او عيادتك او المكان اللي بتشتغل فيه. طيب هلا ايش هي الفيزيكال ايجنت موداليتيز؟ في عندي ايجنتس بتعطي سوبرفيشال هيت، تعطي حرارة خارجية، بسميها superficial heat agents. والsuperficial heat agents ممكن ناخذها من الwild pool bath، عبارة عن bathtub فيه يعني مي سخنة والمريض بحط فيه الأبر limb أو اللمر limb وبأخذ جلسة حرارة فيه مثلا، وبيعطي حرارة للsuperficial tissues، بعطي حرارة للأنسجة الخارجية. في عنا الفلودوثيرابي. الفلودوثيرابي هو أيضا جهاز بتدخل المريض إيده فيه وبيعطي هواء حامي، تمام؟ فهذا الهواء الحامي بيعطي حرارة على السوبرفيشيال تيشوز وبيعمل مساجين بنفس الوقت، تمام؟ وأحيانا بيكون هذا الهواء معه حبيبات من الذرة على أساس إنه يعمل مور مساجينج، فالهواء بيمشي مع حبيبات الذرة بيعمل مور مساجينج.
الهوت باكس كمادات المية السخنة أيضا من السوبرفيشال هيت ايجنتس بتعرفوهم، وفي عنا البارافين اللي هو استخدام الشمع وموجود دائما في كل عيادات العلاج الوظيفي. في عندي حوض بيكون فيه حوض من يعني مشبوك على الكهرباء بيكون فيه شمع، ممكن المريض يدخل ايده بالشمع عشان يعطي حرارة للأنسجة الخارجية ويعمل ريلاكسيشن او يخفف الالم. كمان شوي رح نحكي عن استخدامات الهيت ايجنتس، تمام؟ بس هاي لمحه موزجه عن الاجهزه اللي ممكن تعمل لي سوبرفيشال هيت ايجنتس، السوبرفيشال هيت، تمام؟ طيب ايضا الكريوثيرابي اللي هو استخدام البارد في العلاج، بسميها كريوثيرابي، ممكن ان نستخدم كولد باكس كمادات بارده او ايس كيوبس، مكعبات الثلج، كولد باثس، ممكن حمام بارد، وممكن كولد كومبريشن يونت، انه يعني في عندي جهاز بيعطي بروده وبيعطي ضغط at the same time. له استخدامات خاصه للكريوثيرابي نتكلم عنها كمان شوي. في عندي الديب ايجنت. الديب ايجنت هي الاجهزه اللي بتعطيني حراره بس مش للانسجه الخارجيه، تعطيني حرارة للأنسجة الداخلية للعضلات من الداخل، تمام؟ لداخل العضلة ممكن تمرر لي الحرارة لداخل العضلة. الأشياء اللي بتعمل لي ديب، اللي بتعطيني ديب، اللي بسميها ديب ايجنتس، عندنا الألترا ساوند، أجهزة الأمواج الصوتية، وفي عندي الكتروثيرابي اللي بتعطيني جلسات أو ومضات كهربائية. هلا الالترا ساوند، في عندي إشي اسمه ثيرمال الالترا ساوند، بيعطيني امواج صوتيه وحراره داخليه، تمام، للعضلات. في عندي نون ثيرمال الالترا ساوند، فقط بيعطي امواج صوتيه بدون حراره، تمام. وفي عندي اجهزه بتعمل لي فونوفوريسيس. الفونوفوريسيس يا شباب، هاي الطريقه is the use of ultrasound to facilitate the delivery of topically applied drugs or medication to selected tissue. هي الطريقه بستخدمها انه الالترا ساوند بتساعدني على ادخال الميديكيشن داخل السوفت تيشوز عند المريض. يعني لنفرض انه هذا المريض بده يستخدم مثلا دواء بيعمل ترخي للعضلات او بسكن الالم، بدهن هذا الكريم على العضله وبجيب جهاز الالترا ساوند وبمشيه على العضله، فبيساعد على دخول الدواء، تمام، الى داخل العضله، وبالتالي بيستفيد المريض اكثر. فعمليه تدخيل جزيئات الادويه داخل التيشوز، داخل السوفت تيشوز، باستخدام الالترا ساوند بسميها فونوفوريسيس. وهذا يعني موجود في العيادات، في المراكز العلاجية، بدهن المريض كريم وبعدين بيعملوا جلسة فونوفوريسيس، المريض بيشعر انه كثير الألم خف وبيشعر حاله انه تحسن واموره صارت ممتازة. طبعا احيانا بيكون التأثير يعني بس يعني لساعات، بعدين المريض بيرجع يتألم لانه تأثير الدواء بيروح، تمام؟ طيب الكتروثيرابي اللي هي استخدام الكهرباء، استخدام الكهرباء بعطيني طبعا ديب، تعتبر ديب ايجنت، بعطيني موجات كهربائية بتصل داخل العضلات او داخل التشوز، تمام. فأمثلة على الكتروثيرابي رح نحكي عن كل واحدة منهم واستخدامها. النيوروماسكولار الكتريك ستيميوليشن، الترانس الكتريك نيرف ستيميوليشن، الكتريك ماسكولار ستيميوليشن، والاي اس تي ار. هلا رح نحكي عن كل وحده منهم كمان شوي. الايونتوفوريسيس اللي هي نفس الفونوفوريسيس، بس الايونتوفوريسيس بستخدم فيه الكهرباء حتى اني ادخل الدواء داخل التشوز. اذا توبيكلي ديليفرينج ميديكيشن اور ايونايزد دراج to an area of tissue by using direct electric current. فأنا بدهن الدواء على العضلة وبستخدم الجهاز الكهربائي، بحاول إنه يدخل جزيئات الدواء إلى داخل العضلة بحيث إنها تستفيد أكثر من الدواء. فهاي البروسيجر شو بسميها يا شباب؟ بسميها ايونتوفوريسيس، تمام؟ إذا نفس الفونوفوريسيس، بس بالفونوفوريسيس بستخدم ألتراساوند، بالأيونتوفوريسيس بستخدم الكتروثيرابي، تمام؟ طيب
الآن قبل ما نتكلم عن استخدام الهيت ثيرابي والكولد ثيرابي والإلكتريك ثيرابي والألتراساوند وكل هاي الأشياء، ضروري جداً أنه نراجعكم بالفسيولوجي تبع النورمال وونت هيلينج. كيف بصير الوونت هيلينج؟ كيف بصير عملية التئام الجروح عند الإنسان؟ تمام؟ أول إشي الفيزيكال ايجنت موداليتي ممكن أستخدمها عشان تشجع الوونت هيلينج، ممكن أستخدمها عشان تخفف الألم، تشجع الوونت هيلينج، تشجع عملية الالتئام الجروح، تمام؟ وتسكين الألم أيضاً. فعلشان هيك خلينا نفهم بالأول كيف الوونت هيلينج بصير. Appropriate selection of type and depth of penetration of the thermal agent may significantly affect healing process at the cellular level. الآن بس أنا لازم إذا كانت عندي المشكلة superficial بستخدم superficial agents، وإذا كانت المشكلة عندي deep بستخدم deep agents. يعني إذا كانت المشكلة عندي بالأعصاب والعضلات من الداخل بستخدم ultrasound و electricity. إذا كانت المشكلة عندي في العضلات على superficial fascia والمشكلة خارجية بستخدم الهيت ثيرابي والكولد ثيرابي. تمام؟ طيب نرجع باك للنورمال وونت هيلينج بروسيس. طبعا الجرح لما بلتئم بمر بـ 3 main phases، بمر بـ 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى بسميها inflammatory phase، المرحلة الثانية بسميها proliferative phase، والمرحلة الثالثة بسميها remodeling phase. خلينا نشوف شو بصير بكل phase من هاي الفيزز، تمام؟ لأني بدي أعرف أنا بأي مرحلة بستخدم الهيت، بأي مرحلة بستخدم الالكتريك ثيرابي، بأي مرحلة بستخدم الوونت أو الكولد ثيرابي، الالتراساوند والكولد ثيرابي، تمام؟ طيب نشوف الانفلاماتوري فيز. This phase is the initial response to an injury. بيكون عندي vascular and cellular. بهاي الفيز الانفلاماتوري فيز اللي هو الفيز الأولاني اللي بصير فيه الوونت هيلينج، بصير في عندي تفاعل للخلايا، الخلايا بتبلش تبني، بصير في عندي blood flow للمنطقة. It's the body's attempt to rid itself of bacteria, foreign body, dead tissue and to decrease blood loss. في هاي المرحلة ال blood supply بيكون للمنطقة عالي لأنه الدم بيحتوي على كريات الدم البيضاء والمايكروفاجز والماكروفاجز اللي بتبلش تنظف الجرح وتأكل البكتيريا اللي موجودة داخل الجرح. Maybe associated with changes in skin temperature. ممكن يصير في عندي ارتفاع في درجة حرارة المنطقة بهاي الفيز، ممكن يصير في عندي swelling، انتفاخ. ليش السويلينج بصير؟ لأنه في blood supply رايع على المنطقة. ممكن يصير في عندي تغير في السنسيشن، تغير في السنسيشن. ممكن يصير في عندي loss of function أيضا، يعني العضو يفقد وظيفته في هاي المرحلة بسبب الألم مثلا. أوكي، عادة هاي inflammatory phase بالacute inflammation بصير فيها acute inflammation تستمر من تقريبا من 24 إلى 48 ساعة، ممكن تستمر إذا كان في عندي ضرر كبير في التشو من 7 أيام لأسبوعين، وهذا بالعادة بصير في حالات الكسور والحروق الشديدة. في حالات الكسور الشديدة والحروق الشديدة ممكن يستمر الانفلاماتوري فيز من 7 أيام لأسبوعين، تمام؟ هلأ إيش أفضل شيء أستخدمه في هاي المرحلة لما بيكون في عندي انفلاماتوري فيز اللي هي أول 24 إلى 48 ساعة؟ بستخدم إيش؟ cryotherapy and not heat، تمام؟ بستخدم cold therapy لأنه cold therapy بتخفف التمبريتشر، بتخفف السويلينج، تمام؟ بتخفف إذا في bleeding، البليدينج بيخف، أوكي؟ وبتخفف الألم في هاي المرحلة. إذا لما بيكون في عندي الwound أو التروما أول 24 إلى 48 ساعة يفضل إني أستخدم، أو مش يفضل، يجب إني أستخدم بارد cryotherapy and not heat. اوكي، هاي يعني فمثلا واحد كان يلعب كرة قدم صدعت رجله بحط بارد، واحد كان زي ما صار معي اليوم ضرب راسي بحفة الخزانة بستخدم بارد، تمام؟ اذا دائما لما مباشرة يصير في عندي تروما اول 24 ل 48 ساعة بحط بارد مباشرة، بخفف السويلينج، بخفف الالم، بخفف التمبرتشر. إذا كان في عندي bleeding بيخفف أيضاً البليدينج في المنطقة، تمام يا شباب؟ هاي الشغلة لازم تكون واضحة لكم عشان ما تقعوا في الأخطاء العلاجية فيما بعد.
هلا الفيز الثاني بعد ما نخلط الانفلاماتوري فيز بصير في عندي فيز بروليفريتيف فيز. كلمة بروليفريشن معناتها تكاثر الخلايا. At this phase the injured area is filled with a new connective tissue and the wound is covered with a new epithelium. بصير في عندي تكاثر للخلايا ببلش يسكر الجرح إذا في عندي جرح، وإذا كان في tissues مثلا ميتة، تشوز مقطوعة، محروقة، بتبلش إيش؟ بتبلش الأنسجة تبني، عشان هيك بسميها proliferative phase. The primary components of this stage include granulation، بصير في عندي granulation، تكون للخلايا، epithelialization، تكون للإبيثيليوم اللي بيكون على سطح الجلد، and wound contracture، ببلش عندي الجرح يسكر، ويضم الجرح ويسكر بهاي المرحلة. بالعادة هاي المرحلة begin 5 days after injury and complete 2 to 3 weeks post injury. في العادة هاي المرحلة تبدأ بعد 5 أيام وممكن تستمر لمدة 3 أسابيع حتى أنه يلتئم الجرح. مثلا إذا كان في كسر بالعظم يلتئم كسر العظم، أو إذا كان في عندي جرح في العضلة أو في الجلد يلتئم بهاي الفترة. تمام؟ نيجي على الريمودلينج فيز. الريمودلينج فيز المرحلة التي تلي البروليفراتيف فيز، سكر الجرح. الآن ببلش in this phase begin 2 weeks after injury and continue for a year or more. ممكن تبلش أسبوعين أو بعد 3 أسابيع من ما يسكر الجرح أو من بداية الجرح، أوكي؟ وممكن تأخذ سنة كاملة، ممكن أكثر. هاي بتكون بالعمليات الجراحية، لما واحد بيعمل عملية جراحية حتى يسكر الجرح ممكن يحتاج لأسبوعين. بعد هيك بتبلش الريمودلينج فيز، ممكن حتى الجرح انه يعني يكتمل بناؤه وتسكيره نهائيا وياخذ شكله النهائي ممكن يحتاج لسنه احيانا. تمام. It's characterized by a balance of collagen، ببلش يتكون الكولاجين في هاي المرحله، ببلش الكولاجين يتكون علشان يسكر الجرح ويعمل layers. تمام. The scar become more elastic, smoother and stronger. بتصير عندي ندبة للسكار اللي هي الندبة مكان الجرح، بصير في عندي أقوى من الأول، بصير smoother، بصير أنعم من الأول، وبصير more elastic. ليش؟ لأنه بتكون عندي الكولاجين. هاي طبعاً المرحلة هاي we treated with high dose of heat therapy، نعمل لهم فيها heat therapy. وليش؟ لأنه الهيت بيساعد على تكون الكولاجين، بيساعد أنه يصير في إلاستيسيتي في الجرح، بيساعد أنه الجرح يصير سموثر، بيزيد البلد سبلاي على المنطقة بحيث أنه تتنشط وترجع فيها الحياة، بيزيد أيضاً السنسيشن في المنطقة. إذن بمرحلة الريمودلينج فيز بستخدم هيت، بستخدم ديب هيت تحديداً، اوكي، بستخدم هيت، ممكن استخدم ديب هيت. راح تسالوني طيب هاي الفيز شو بستخدم فيها؟ هاي هيت بس الفيز بستخدم فيها هيت، والانفلاماتوري فيز بستخدم فيها كول، البروليفراتيف فيز بستخدم فيها هي سوبرفيشال هيت ايجنت، والريمودلينج فيز بستخدم فيها ديب هيت عشان يستفيد المريض فيها اكثر واكثر. والان بتعرفوا بلشوا يستخدموا الليزر، والليزر في منه انواع، في منه ديب هيت وفي منه سوبرفيشال هيت، بيستخدموه في علاج الندبات والجروح. طيب نرجع نذكركم كمان شوية في الفيولوجي، له علاقة في البين ريسبشن، في البين بيرسبشن، له علاقة بكيف جسم الإنسان بيستقبل الألم. تمام. في عندي مستقبلات على سطح في جسم الإنسان تستقبل الألم. هاي المستقبلات الحسية التي تستقبل الألم تحديدا بسميها نوسي سابترز، بسميها إيش؟ نوسي سابترز. يمكن تكلمت عنها في مواد أخرى ما مش عارفة، بس المستقبلات الحسية التي تستقبل الألم تحديدا اسمها نوسي سابترز. يكون في عندي sensory receptors specific to pain which have variable threshold, identify potential or actual tissue damage and respond to mechanical distortion, variation in chemical component and thermal changes in tissue fluid. فالنوسي سابتر بتستقبل كل الأنواع الألم وكل مسببات الألم بتحس فيها النوسي سابترز. تمام؟ طيب هلا إحنا في عندي ثلاث أنواع للألم رئيسية. في عندي acute pain، الألم الحاد، الكرونيك بين الألم المزمن، والريفيرد بين الألم
يعني الناتج عن ألم في مكان آخر، الناتج عن مشكلة في مكان آخر. في الأكيوت بين last from second to days في العادة بستمر، ممكن يكون لحظات، ممكن يستمر أيام. It's a warning that injury has occurred as something is wrong. وphysical agent is effective في هاي المرحلة. وبالعادة لما بيكون عندي acute pain ألم حاد بستخدم cold therapy. تمام؟ لأنه الألم الحاد دائما بيكون في البداية لما بيكون عندي الجرح acute، بيكون عندي بالinflammatory phase. تمام؟ هلأ الألم المزمن هو الألم اللي بيكون بصير على فترة طويلة، بروح وبيجي وما بيكون كتير يعني حاد، بيكون يعني مؤلم هو بس إيش، بروح وبيجي، بيكون بيستمر لفترة طويلة. هذا الألم بسميه chronic pain، ألم مزمن. وفي العادي بيكون مكانه poorly localized، يعني مكان هذا الألم ما بيكون محدد، يعني إنه بالأصبع إنه لأ هون الألم تحديدا، بحكي لك كتفي بوجعني. طيب شو وين بكتفك بالضبط؟ ما بيعرف، كتفي بوجعني، ركبتي بتوجعني. بس الأكيوت بين بيحكي لك لأ الألم هون تحديدا بكتفي هون بالضبط، بهاي المنطقة بالضبط. تمام؟ فالأكيوت بين بيكون localized، والكرونيك بين بالعادة بيكون poorly localized، وفي العادة ما بستجيب المريض للفيزيكال ايجنت، يعني استخدم حامي بارد بالعادة ما بستفيد من الفيزيكال ايجنت، وممكن انه بستفيد طبعا على الأدوية، ممكن يحتاج في هاي المرحلة ل pain killers، لأدوية مسكنات ألم. تمام؟ في عنا referred pain. referred pain هو occurs in an area different than source of injury. بصير في مكان الألم، المشكلة في مكان والألم في مكان ثاني. أكبر مثال على ذلك لما بيكون في عندي مثلا حصوة في الكلية، ممكن يكون في عندي حصوة في الكلية بتعمل ألم، وين ألمها بيروح؟ على الظهر. تمام؟ أحيانا بيكون في عندي مشكلة في القلب، وين ألمها بيروح؟ بيروح على الأكتاف، أو بيروح على الفك السفلي، على الفك السفلي. فهذا شو بسميه يا شباب؟ بسميه referred pain، بسميه referred pain. أحيانا بيكون في عندي مشكلة بالقولون، وألمها وين بيروح؟ بيروح على الهارت، بيروح على القلب، فبفكر المريض إنه في عنده مشكلة في القلب. فهذا النوع من الألم بسميه referred pain. بالعادي هذا النوع من الألم ما بستجيب للفيزيكال ايجنت، ما بستخدم لهش أصلا فيزيكال ايجنت modality، بستخدم له medication. ويعني كيف ممكن أحدده؟ إني بمشي بعمل palpation للمريض، مثلا إذا حكالي إنه الألم في ظهري بتوقع إنه ممكن يكون مصدر الكليتين، فبعمل palpation للكلية، فبحكي لك المريض آه مؤلم الكلية عندي، أوكي، وبالتالي ممكن الطبيب يستنتج إنه هذا ألم الظهر ناتج عن مشكلة في الكليتين، أوكي، يعني هذا شغل الأطباء تحديدا، يعني مش شغلنا. لكن ضروري إن نميز بين الأكيوت بين والكرونيك بين والريفيرد بين، ونعرف إنه وين نستخدم الفيزيكال ايجنت موداليتيز ووين الفيزيكال ايجنت ما بتفيد، أوكي، كثير مهم نعرف هاي النقطة. نرجع باك للسوبرفيشال هيت ايجنت، حكينا هي any modality applied to skin that raises skin and superficial subcutaneous tissue temperature. أي موداليتي بترفع حرارة الجلد والأنسجة التي تحت الجلد. طيب شو بستفيد من هاي superficial heat agent؟ شو بستفيد منها؟ أول شيء decrease pain and stiffness، بتخفف الألم، بتخفف التصلب والتشنج الموجود في الجلد والعضلات. اثنين improves ranges of motion and tendon exertion، بتحسن range of motion. فإذا كان شخص عنده مشكلة في range of motion ممكن أعطيه أعمل له جلسات حرارة ويتحسن الرينج اوف موشن عنده. امبروف فيسكوسيتي اوف ذا ساينوفيوم، بتحسن مرونة الساينوفيال جوينت، وبالتالي اذا كان في عندي مثلا واحد عنده مشكلة في الساينوفيال جوينت مثلا في الركبة او في الشولدر، عنده ستيفنس، بعطيه جلسات حرارة بتتحسن الستيفنس، بتقل، بتخف الستيفنس، لانه بصير المفصل ألين من الاول.
وبالإضافة إلى أنه الهيت بتعمل بروموت هيلينج أند ريلاكسيشن بشكل عام، بشعر المريض في الارتياح، وإذا كان في جرح موجود في المنطقة بشجع على الهيلينج لهذا الجرح، بشجع على التئام الجرح. إذا كان في عندي تمزق بالأربطة، تمزق في العضلات أو ما شابه ذلك، يعني الهيت بتفيد عملية الهيلينج، بتشجع على الهيلينج. أوكي؟ طيب، precautions and contraindications for superficial heat agents. الآن أنا دائما بحكي لطلابي إنه الأهم من موضوع الأهم من موضوع الindication متى بستخدم الهيت ثيرابي، الأهم من ذلك يا شباب متى ما بستخدم الهيت ثيرابي، إيش الcontraindication للهيت ثيرابي، لأنه أنا ما بدي أضر المريض. أوكي، ما قدرت إني أفيده، that's fine، بس بنفس الوقت ما بصير إني أضر المريض، هاي مسؤولية كبيرة. مريض إجا علي بده مساعدتي، المفروض أنا أفيده، مش المفروض إني أضره. إذا ضريته معناته لا، this is unethical، مفروض يتعاقب الأوكيبيشن ثيرابيست اللي بضر المريض نتيجة جهل وعدم علم. تمام؟ فعلشان هيك بدي السؤال الأول بالكويز اليوم إنكم تطلعوا لي إيش هي البريكوشن والكونترا إنديكيشن لاستخدام الهيت، متى لا نستخدم الهيت إيجنت، متى ما بنستخدم السوبرفيشال هيت إيجنت، مع أي مرضى، مع أي مشاكل، مع أي أمراض. تمام؟ مع أي مرضى، مع أي مشاكل، مع أي أمراض ما بستخدم superficial heat agents. أوكي؟ وهذا موجود في كتاب ترومبلي بالشابتر اللي حكيت لكم عنه. اللي ما عنده الكتاب بيقدر يعمل سيرتش على النت وبتطلع الإجابة بكل سهولة. تمام؟ طيب، متى نستخدم الهيت ايجنت؟ بستخدمها لما بيكون في عندي مصل سبازم، بيكون عندي تشنج في العضلات، اذا كان في عندي سبكوتينوس ادهيجن، اذا كان في عندي التصاقات في الانسجه، وهذا بنشوفه احيانا بعد الحروق، اذا كان عندي سمباثيتك نيرفس سيستم ديس اوردر، مشاكل في الجهاز العصبي مثل الناس اللي عندهم تصلب لويحي وتصلب لويحي جانبي وما شابه، ممكن الهيت يفيدهم. إذا كان في عندي contractures، تشنجات، neuromas، يعني بعض مشاكل في الأعصاب، chronic arthritis، التهاب المفاصل المزمن. تمام؟ الآن acute arthritis، التهاب المفاصل، إذا كان acute في مرحلة acute، cold اللي بيفيده مش الهيت. إذا chronic arthritis بستخدم لها heat، acute arthritis شو بستخدم لها؟ بستخدم لها cryotherapy، cold cryotherapy. trauma، في حالات التروما، هسا التروما اذا كانت اكيوت مباشره بعد الضربه المفروض استخدم cold، لكن اذا كانت الضربه صار لها يومين بستخدم heat. اوكي، يعني اذا شخص انصدعت رجله بكره القدم مباشره بستخدم cold، بعد يومين بستخدم heat. الوونز للجروح، بس مش أول يومين، بس يلتئم الجرح بستخدم هيت، مش والجروح مفتوح، لأنه ممكن ينزف. إذا حطيت هيت على جرح مفتوح ممكن ينزف، فبستخدمه للجروح المغلقة، للجروح المغلقة. وطبعا إذا كان في عندي chronic inflammation، التهاب بشكل عام، ما بستخدم هيت. ليش يا شباب؟ لأنه إذا عندي التهاب ما بستخدم الهيت، لأنه الهيت بتزيد البلد سبلاي، بتزيد السويلينج، بتزيد الحرارة، وهاي الأشياء أوريدي بتكون موجودة بالإنفلاميشن، فأنا زي عمالي قاعد بزيد الطين بلة. إذا كان في عندي التهاب بالمنطقة، يعني الجرح لونه أحمر ودرجة حرارته مرتفعة وفي التهاب شديد، ما بستخدم الهيت. تمام؟ فكثير ضروري إن نفهم هاي الأشياء. ما بستخدم الهيت إذا كان في عندي acute inflammation. تمام؟ إذا كان عندي acute يعني التهاب أول يوم، ثاني يوم ما بستخدم الهيت، بستخدم الكولد، لأنه ممكن يصير في نزف أو يصير في انتفاخ أكثر أو احمرار أكثر. الآن إذا الالتهاب كرونيك، يعني صار الالتهاب فترة طويلة، صار له أسبوع، صار له كذا يوم، بستخدم الهيت agent. تمام؟ فهاي النقطة بليز ركزوا لي عليها، chronic arthritis heat، acute arthritis cold، chronic inflammation heat، acute inflammation cold. تمام؟ إذا السؤال الأول من الكويز هو عبارة عن إيش هي الكونترا إنديكيشن لاستخدام الهيت، إيش الأمراض
إيش المشاكل اللي ما بستخدم فيها الهيت ايجنتس. تمام، كثير ضروري، كثير ضروري نعرفهم. primary effects of superficial heat agents. هسا الهيت ايش بتعمل؟ الهيت بتعمل analgesic effect، بتخفف الالم، بتعمل vascular effect، بتزيد blood supply، بتعمل metabolic effect، بتزيد blood flow، بتزيد الاكسجين والانزيم والنيوتريانت على المنطقة. اذا الـ analgesic effect heat work in a free nerve ending and reduce pain and elevate pain tolerance. إذن هي بتقلل الألم وبتزيد تحملي للألم. إذن بتقلل الألم وبتزيد القدرة على تحمل الألم. تمام؟ الـ vascular effect heat increases blood flow. بتزيد الـ blood flow، بتزيد الهيستامين. تمام؟ بالتالي بتقلل الإسكيميا، بتقلل إنه يصير في عندي إسكيميا وبالتالي جانجرين في المنطقة. فالناس اللي عندهم مثلاً diabetic neuropathy بستخدم لهم هيت عشان يزيد blood supply لأصابع الرجلين مثلاً، عشان ما يصير في جانجرين، ما يصير في غرغرينة، يصير في نقص في الأكسجين ونضطر نقطع أو نعمل بتر للأصابع أو القدمين. فالهيت بتساعد إنه ما نوصل لهاي المرحلة. الميتابوليك إفكت، الهيت increase blood flow، بتزيد blood flow على المكان، بيزيد الأكسجين، بيزيد الإنزيم، بتزيد النيوترينتس الأغذية، بيزيد الليكوسايتس الوايت blood cells اللي بتنظف المنطقة. فبالتالي الهيت كثير is very good. هاي ال benefits of having heat. تمام؟ كمان علاوة على كل هاي الفوائد تبعت الهيت، heat lead to improvement in property of collagen and extensibility of tissue when heat is combined with active range of motion. الهيت بتشجع على تكوين الكولاجين وبالتالي بتزيد الإلاستيسيتي للأنسجة وللجلد وللعضلات، بتزيد مرونتها والإلاستيسيتي، وخاصة إذا إنه الهيت جمعناها مع range of motion. تمام؟ فالمريض إذا عطيناه جلسة حرارة وبعدين عملنا له range of motion، أو عطيناه جلسة حرارة وبنفس الوقت كان يعمل range of motion، هذا بيعطي تأثير يعني ممتاز جدا على العضلات والأنسجة. تمام؟ طيب خلينا ناخذ بعض الأمثلة على superficial heat agent اللي حكيناهم قبل شوي، رح نحكي عنهم بتفصيل أكثر قليلا. أول شيء، إيش هي الأجهزة اللي ممكن تعطيني superficial heat؟ في عندك whirlpool bath. whirlpool bath بتعطي حرارة. whirlpool bath بتعطي حرارة بين 100 إلى 104 فهرنهايت. الادفانتج اوف ات ثيرابي سي اند هاف ايميديت اكسس تو ذا بودي بارت بينج تريتد اند كلاينت كان اكتيفلي بارتيسيبيت ان اكسرسايز. الوايلد بول باث هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن يعني باث تاب فيه اسلاك، بتعطي حراره، بتسخن المي اللي فيها، ممكن المريض يعطي يعمل يحط فيها ايديه او رجليه ويعمل يحركهم، فبياخذ الحراره وبنفس الوقت بيعمل رينج اوف موشن. الفلودوثيرابي بتعطي حرارة بين 105 إلى 118 فهرنهايت. use fine particle of ground corn husks suspended in a hot air stream to heat the extremity. فهو جهاز بيعطيني هواء حامي، وهذا الهواء بيكون فيه زي حبيبات الذرة اللي بتستعمل مساجنج للإكستريميتي. تمام؟ الأدفانتج إنه easy to use، وممكن المريض يعمل activity وهو بياخد جلسة الحرارة. تمام؟ الهوت باك تعطي حرارة بين 104 إلى 113 فهرنهايت. هي عبارة الهوت باك اللي بتعرفوها، عبارة عن قربة المية أو كمادات المية السخنة اللي بتكون إياه، أو أحيانا بتكون في عندي يعني قطع كيس فيه جل ممكن نحط في الميكروويف ويعطيني حرارة. يعني الهوت باكس لها أشكال متعددة. الادفانتجز لها انها they heat large areas، بيسخن large areas adequately covered contoured areas، ممكن اني احطه على مناطق محدبه مثل الكتف مثلا، ممكن احطه على الركبه على الكتف. easy to use وcheap، يعني سهل استخدامه وcheap، لكن بدنا ننتبه انه ما بدنا نحرق المريض،
يعني بدنا نكون منتبهين على درجة حرارة الهوت باك، إنه نستخدم ميزان حرارة نتأكد من حرارته علشان ما نؤدي لحرق المريض بالهوت باك. أوكي؟ طيب نتكلم عن البرافين واستخدام الواكس. زي ما حكيت لكم في كل عيادة علاج وظيفي بيكون في عندي حوض فيه شمع، هذا الشمع بس حط الحوض بالكهرباء، الشمع بدوب لدرجة حرارة معينة، ممكن المريض انه يضع ايديه، اكثر اشي بيستخدموه حتى يعطوا حرارة للأصابع، فخاصة لما بيكون في عندي كاربال تانل سندروم، احيانا بيكون في عندي ألم في الأصابع، تشنج في الأصابع، فبيفتح المريض ايديه بيدخلهم في الشمع، فأكثر من مرة بيدخل ايديه في الشمع، فالشمع بيعطي حرارة للأصابع، بعطي حرارة للسمول جوينت، وبعدين بس يبرد الشمع بيطلع الشمع زي كفة هيك عن إيد المريض، وبيكون أخذ جلسة الهيت. ممكن طبعاً إنه نلف إيد المريض بكيس بلاستيك وبعدين بمنشفة علشان يحتفظ الشمع في الحرارة على إيد المريض أطول فترة ممكنة. فأنا بدخل إيدي في الشمع بطلعهم بلفهم ببلاستيك بعدين بلفهم بمنشفة عشان يحتفظ بالشمع لفترة طويلة، وطبعا ممكن إن يعني 20 minutes تكون جلسة الشمع، والمرضى بالعادة بيرتاحوا كثير بعد جلسة الشمع لأني أنا شخصيا مجربها. أوكي. نتكلم عن الكريوثيرابي اللي هو البارد. It's the application of superficial cold agent to relieve pain and to reduce edema and acute inflammation. إذا البارد بخفف لي الألم، بخفف الإديمة، وبخفف الإنفلاميشن، أوكي؟ وبخفف الورم أيضاً، تمام؟ متى بستخدم البارد؟ البارد بستخدمها لما بيكون في عندي ورم، لما بيكون في عندي pain post exercise ضربات الرياضة، arthritic exacerbation لما بيكون في عندي التهاب مفاصل مزمن يعني acute arthritis، تمام؟ لما بيكون في عندي acute bursitis and tendonitis إذا صار في عندي ضربة لصابونة الركبة أو للتندن للليجمنت للتندن للأوتار، إذا كان في عندي spasticity، وإذا كان في عندي acute or chronic pain secondary to muscle spasm، إذا كان في عندي ألم ناتج عن المسل سبازم ممكن إني أستخدم الكريوثيرابي. أوكي؟ الآن متى ما بستخدم الكريوثيرابي؟ إيش البروكوشن للكريوثيرابي؟ موجود ببوكس في ترومبلي، كمان بدي إياكم تطلعوه، إذا ما عندك ترومبلي بتقدر تعمل سيرش على النت. إذا بدنا الكونترا إنديكيشن للهيت، وبدنا الكونترا إنديكيشن للكريوثيرابي. أوكي؟ للبارد. إذا بدي متى لا نستخدم الحامي ومتى لا نستخدم البارد. أوكي؟ طيب إذا التأثير الإفكت تبع الكريوثيرابي بيعمل لي arteriolar vascular constriction، بيعمل انقضاض في الأوعية الدموية، بالتالي بيخفف البليدينج، بيخفف الميتابوليزم والهيستامين، وبالتالي السويلينج والإنفلاميشن بخف، وبيخفف الألم، بيرفع البين ثريشولد، بيرفع قدرتنا على يعني بيرفع يعني البين ثريشولد بترتفع، وبالتالي لما اذا بتلاحظ لما بتحط اشي بارد على جسمك بصير في خدران، وهذا الخدران بخفف الالم، يعني على مبدا تخفيف الالم بصير نم، المكان بصير نم يعني فيه خدر. اوكي؟ فهاي فوائد الهيت لما الكولد لما بستخدمها على التشوز على السوفت تشوز. طيب ايش التايبس اوف كريوثيرابي؟ التايبس اوف كريوثيرابي انا انواع الكريوثيرابي ممكن استخدم ايس باج، ممكن استخدم ايس مساج. الايس باج هي عبارة عن يعني كيس فيه ثلج، تمام؟ فكيف بستخدمه؟ انه ضروري جدا يا شباب انه انا قبل ما احط الايس على جسم الانسان لازم اني الفها بتاول، الفها بمنشفة، وأحطها لما بوقت لا يزيد عن 20 minutes. أحسن شيء بحطها 10 دقائق وبشيلها 5 دقائق، بحطها 10 دقائق وبشيلها 5 دقائق، لأنه ما بدي يصير في عندي فروست بايت، ما بدي يصير في عندي حرق جليد، حرق
بالثلج، تمام؟ فالأول شيء المريض بشعر بالبرودة، بعدين بشعر ببيرنينج سنسيشن، بعدين بشعر في إشي هيك ايكينج زي إشي هيك بحك، بعدين بشعر بنمنس بخدران. فهي هو مبدأ عمل الكريوثيرابي في تسكين الألم، بشعر بالكولد بيرنينج سنسيشن then ايكينج then نمنس. أوكي، cold therapy should be stopped once the skin feel numb. مجرد ما الإنسان شعر إنه هيك المكان خدر، وبالعادي هذا بنحصله بعد 10 إلى 15 دقيقة، لازم أشيل cold therapy. تمام، بريح 5 دقائق ممكن 10 دقائق وبرجع بعمل لها application مرة ثانية. ليش؟ عشان ما يصير في عندي frostbite، وما يصير في عندي أيضا loss of blood flow to the area. ممكن يتوقف الدم بالمنطقة ويصير عندي جانجرين ويصير في عندي مشاكل كبيرة. علشان هيك أنا الآيس ثيرابي لازم أستخدمها بحذر زي الهيت بالضبط. أحيانا ممكن أجيب قطعة آيس كيوب وأعمل فيها مساجنج للمنطقة اللي أنا بدي إياها، بس بدي أتأكد إنه ما أطول فترة طويلة وأنا بستخدم الآيس كيوب على المنطقة لنفس الأسباب اللي حكيتها قبل شوي. طيب إيش الأدفانتجز لاستخدام الكولد ثيرابي؟ أول إشي it's easily available material found in most home، بنلاقيها في معظم البيوت، usually inexpensive، بيكون رخيص، quick application، ما بده كثير preparation، و good for minor injuries، وخاصة باليوم اللي صار فيه الانجري وثاني يوم. أوكي، بيخفف الألم وبيخفف الانتفاخ. تمام؟ تمام. طيب ننتقل للحديث عن خلينا نوقف المحاضرة قبل ما نحكي عن الألتراساوند عشان ما تكون محاضرتي طويلة وأقدر أحملها بسهولة.